اكدت سعاده السيده امنه بنت احمد الرميحي وزيره الاسكان والتخطيط العمراني ان الوزاره تولي اهتماما كبيرا بتشجير المدن الاسكانيه وتخصيص العديد من المساحات الخضراء بما يتماشى مع خطط المملكه للوصول للحياة الكربوني بحلول عام 2060 وجهود توفير مقومات جوده المدن الاسكانيه. جاء ذلك لدى اطلاق مبادره تشجير مشروع مدينه شرق ستره الاسكاني حيث اشادت الوزيره الرميحي اشادت بما تتضمنه هذه المبادره من اهداف ترتكز على دعم استراتيجيات المملكه لزياده الرقعه الخضراء واستدامه تطوير وتنميه القطاع الزراعي في مملكه البحرين. وقالت الر... رميحي ان مبادره تشجير مدينه شرق سترة تعد الثانيه من نوعها بعد اطلاق مبادره تشجير مدينه شرق الحد في وقت سابق مشيره في هذا الصدد الى اطلاق مبادره جديده في مدينه شرق سترة تتمثل في منح كل منتفع بوحدته السكنيه شتله زراعيه بهدف التشجيع على الزراعه داخل الوحدات السكنيه كما أثنت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني على الدعم الكبير والمشاركة الفاعلة من قبل شركة الخليج للصناعات البتروكيماويات لدعم جهود التشجير في مختلف محافظات المملكة. من جانبها أشادت سعادة الشيخة مرام بنت عيسى الخليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي أشادت بجهود وزارة الإسكان من خلال ما توليه من اهتمام كبير بتشجير المشاريع الإسكانية لزيادة المساحة الخضراء والذي سيسهم في تقليل درجة حرارة الجو بالإضافة إلى الفوائد النفسية التي يوفرها التشجير من جانبه أكد المهندس ياسر عبد الرحيم العباسي الرئيس التنفيذي لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات أن التأثير البيئي الإيجابي لحملة التشجير يدفع الشركة لمواصلة تقديم دعمها للمراحل القادمة من هذه الخطة لتصبح المملكة أحد المواقع المهمة لتنفيذ المبادرات البيئية التي من شأنها الإسهام بفاعلية في تعزيز عناصر الاستدامة ونشر الوعي المجتمعي حول أهمية الزراعة. احنا اليوم سعيدين بتدشين مبادرة توزيع 1077 شتلة على الوحدات الإسكانية في شرق سترة كل الشكر والتقدير للجهة الداعمة جي بي آي سي وأيضا لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني على تعاونهم معنا منذ انطلاق الحملة والحمد لله اليوم احنا نحصل ثمرة التعاون ونشكر أيضا وزارة البلديات على حضورهم وتواجدهم وتعاونهم معنا المستمر